في درسنا الجديد هنتكلم النهاردة عن السيمبل هارمونيك موشن، حركة سبرينج مع كتلة M بتتحرك حركة تذبذبية حول موضع اتزانها أو موضع الأصل بتاعها. الطول الأصلي L نوت هنا، شدينا بفورس F لغاية ما استطال مسافة مقدارها ماكسيموم ايه امبليتيود، وسبناها وشلنا الفورس. يعني شدينا اول بفورس لغاية ما وصل لغاية هنا، الفورس دي هتتناسب مع الايه، هنشوف دلوقتي علاقة بين الاف والايه مع قوة السبرينج، وبعدين سبناها فهتبدأ تتحرك حركة اوسيليشن حوالين نقطة الاتزان بتاعها او الطول الاصلي بتاعها، هيفضل رايح جاي رايح جاي طالما مفيش فريكشن. طيب زي ما احنا شايفين اقصى ستريتش ايه واكبر كومبريشن ايه، وده قد ده. طب الفورس بتساوي ايه؟ الفورس هتساوي ال ال اف بتساوي قوه السبرينج الكوفيشنت اوف ذا سبرينج او سبرينج كوفيشنت في الايه بالمتر، الكده نيوتن بير متر، وده متر يطلع الناتج بالنيوتن، ده الفورس. طيب زمن الدوره الواحده، يعني لو احنا شديناه وسبناه هنا الوضع ده، يروح لغاية هنا ويرجع تاني، يروح يرجع، زمن الذهاب والعودة مع بعض اسمه periodic time اللي هو T capital T يساوي 2 باي جذر الماس بتاع الكتلة على الكي قوة السبرينج، عكس periodic time الفريكوينسي اللي هو F، اقلب يبقى 1 على 2 باي لأن الفريكونسي 1 على تي، فواحد على 2 باي جذر كي على ام العكس. طبعا الفريكونسي بيساوي 1 على تي، والتي بتساوي 1 على فريكونسي، والتي ضرب الفريكونسي بيساوي 1. جبنا الفريكونسي نضربها في 2 باي تدينا الانجولار فيلوستي اوميجا، يبقى الانجولار فيلوستي اللي هي الاوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي اف، و2 باي الاف اهي 2 باي على 2 باي يروحوا مع بعض، يتبقى جذر كي على ام، يبقى الانجولار فيلوستي بيساوي 2 باي اف او جذر كي على ام، وحدته ايه؟ راد بير سكند. طب السرعه اللينير فيلوستي، الاول الماكسيمم فيلوستي بيساوي ايه؟ بيساوي ايه في الاوميجا، الاوميجا شيء ثابت لان كي ثابت والام ثابته، فالاوميجا شيء ثابت، لو ضربتها في A اللي هو الماكسيمم ستريتش او الماكسيمم كومبريشن يديني الماكسيمم فيلوستي A الاوميجا جذر K على M، دي اوكي ودي اوكي. طيب اي فيلوستي بقى ممكن تكون ايه بدل ال A، هتبقى اكس، اكس في اوميجا، او نشوف دلوقتي علاقه بين الفيلوستي وبين الماكسيمم فيلوستي هنشوفها دلوقتي. الميكانيكال انرجي للسيستم ده بيساوي ايه؟ نص كي اي تربيع او نص ام في ماكس تربيع، واحدة من الاتنين دول، يا نص كي اي تربيع ساعتها الجسم هيكون متوقف هنا او هنا، يبقى كل الطاقة الميكانيكية اللي هي الكايناتيك والبوتنشال انرجي مع بعض متخزنين في هيئة بوتنشال انرجي اللي هو نص كي اي سكوير هنا او هنا، او يكون في الحتة دي فمفيش استريتش ولا كومبريشن، وبالتالي هيكون كل الطاقة متركزة في كايناتيك انرجي نص ام في ماكس سكوير، ما ينفعش اقول نص ام في سكوير، ما ينفعش اقول نص كي اكس سكوير، هي الميكانيكال انرجي بشكل عام نص كي اكس تربيع زائد نص ام في تربيع، لو دي ايه يبقى ده صفر، ولو دي في ماكس هتبقى الاكس بصفر، فالميكانيكال انرجي يا دي يا دي يا اي واحدة من دول، ممكن اساوي دي بده او دي بده أو دي بدي، أو أساوي حالة بحالة، أقول نص كي إكس واحد تربيع زائد نص إم في واحد تربيع يساوي نص كي إكس اتنين تربيع زائد نص إم في اتنين تربيع، وأجيب مجهول بدلالة المعلومات الأخرى. الفي بقى بتساوي إيه من الفي ماكسيمم؟ الفي بتساوي الفي ماكس الجذر التربيعي واحد ناقص إكس تربيع على الإيه تربيع. احنا قلنا الفي ماكس بتساوي ايه؟ بتساوي الاوميجا في الايه،
طب ال في بدلالة ال في ماكس، ال في بتساوي في ماكس جذر التربيع واحد ناقص الاستطالة تربيع على الامبليتيود تربيع. لو كان الاكس بأي يبقى ايه تربيع على ايه تربيع بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، وساعتها البي تساوي صفر. يبقى لو كان مشدود للاخره لاقصى شيء هتبقى البي بصفر. طب لو كان مفيش استطالة خالص الاكس بصفر ده يروح، يبقى البي تساوي في ماكس. عفوا، معادلة السيمبل هارمونيك موشن اللي هي الاكس بدلالة التي بتساوي ايه؟ ايه كوساين اوميجا تي، او اكس بتساوي ايه ساين اوميجا تي. نشوف كده الاشكال. لو بدأ من الصفر عند الاي هيبقى معادلة كوساين، ليه؟ لان كوساين الصفر بواحد يبقى الاكس تساوي ايه. لو بدأ عند زمن صفر بامبليتيوس باكس بصفر معناه هنحط المعادلة دي اللي هي ايه ساين، لان ساين الصفر بصفر يبقى صفر، هنا ساين كوساين الصفر بواحد. فده شكل وده شكل على حسب البداية منين. ممكن طبعا يبدأ من اي مكان، ولكن في الغالب بيدينا معادلة بالشكل ده، اكس بتساوي ايه كوساين اوميجا تي او ساين اوميجا تي. الرقم اللي هنا هو ايه والرقم اللي هنا هو اوميجا. لغاية كده اساسيات شابتر السيمبل هارمونيك موشن خلص، ولكن في مقدمة للشابتر القادم اللي هي عن الويفز والانرجي والانتنسيتي. لو عندنا مصدر طاقة بيعطي طاقة باستمرار زي مثلا صوت، فبيكون على بعد R1 شدة الويفز بآي 1، ولو بعدنا R2 تقل شوية شدتها تبقى آي 2. هو الباور بيساوي ايه؟ الباور بيساوي الانرجي اللي يعني الريت اوف انرجي، يعني الانرجي على الزمن. يعني مثلا لو بيطلع 1000 جول في 10 ثواني يبقى الباور 100 وات اللي هو 100 جول بير سكند. طب الباور ده لو قسمته على مساحة سطح الكرة، انه بيطلع بشكل كرة بينتشر في جميع الجهات، لو قسمته على 4 باي ار تربيع مساحة سطح الكرة، الباور اللي حسبناه من هنا على 4 باي ار تربيع يديني الانتنسيتي، يبقى الويف انتنسيتي بغض النظر هو صوت او حاجة تانية. يبقى الانتنسيتي بتساوي الباور على الاريا. لو قلنا باور، لو قلنا اي واحد مثلا بيساوي بي على 4 باي ار واحد تربيع، واي اتنين هتساوي بي على 4 باي ار اتنين تربيع. فلو قسمت اي واحد على اي اتنين ده مقام، هيبقى ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. يبقى الريليشن بين الانتنسيتيز اي واحد على اي اتنين ار تربيع على ار تربيع، بس ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. ليه؟ لان الباور ده حصل، يعني حصل ضرب اتنين دول في بعض، اي في ار كل واحدة في ما يقابلها، يعني اي واحد في اربعة باي ار واحد تربيع يساوي اي اتنين في اربعة باي ار اتنين تربيع. فلما اشطب 4 باي مع 4 باي يبقى اي 1 في ار 1 تربيع يساوي اي 2 في ار 2 تربيع. فالعلاقه كده اي 1 على اي 2، ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. طيب لو حبينا نجيب علاقه بين الار 1 ار 1 الى ار 2 مع الامبليتيودز المره دي مش الاريا، مش الاريا، يعني كل ما الامبليتيود ده يزيد المسافه دي تقل. طبعا لو كان شويه كده، لو كان كده بسيط ارتفاع بسيط كده، هتبص تلاقي الار زادت. كل لما المسافة، يعني نتكلم عن المسافة اللي هو نص القطر او بعدها عن نقطة الانطلاق او المصدر، فكل لما الامبليتيوت يقل كل ما الار تزيد. كل ما الامبليتيوت يكبر، لان بياخد وقت اول ما يطلع وينزل، كل ما الار تقل. فار 1 على ار 2 يساوي اي 2 على ار على اي 1، برضه نفس الشيء R1 في A1 يساوي R2 في A2. دي مجموعة العلاقات اللي هتشوفها طبعا في الشيت في الامتحان، مش محتاج تحفظها ولا حاجة ولا تبرشمها ولا تبص لجنبك، في الغالب هتكون موجودة في الشيت. ناخد مسائل. A small ball of M 20 gram is attached to a spring of stiffness constant K equals 40 newton per meter and it oscillates horizontally along x-axis around x equals 0. لو نقطة البداية اللي هو الطول الأصلي ما يكونش فيه لا stretch ولا compression. The speed of the ball at x equals 0 يعني ال v maximum is 3.6 meter per second and the ball is moving towards
the positive x direction. الرسمة هي هنا الاكس بصفر وهي بتتحرك تجاه اليمين بسرعة ماكس، طبعا ماكس لاني عند اكس تساوي صفر، مع الاكس بتساوي صفر الفي بتساوي ماكس هي 3.6 متر بير ثانية. بيقول find the amplitude of the oscillation. طالما طلب الامبليتيود ومعانا الكي، اقول العلاقة ان نص ام في ماكس سكوير يساوي نص كي سكوير، لان الميكانيكال انرجي واحدة من الاتنين دول، يا دي يا دي. فنص ميدين الماس ب 20 جرام، يعني 20 من 1000 او 20 على 1000، والفي ماكس اللي هي 3.6 تربيع بتساوي نص كي اللي هي ب 40 بالامبليتيود تربيع. اقدر اجيب الامبليتيود اللي هو ده، انا عوضت بالقيم اللي هو كل ما ادهوني 0.02 يعني 22 من 1000، ده ال V max وده ال K، طلعت ان ال A 0.08 متر. Find the time at which the ball will reach the position of maximum distance from x equal 0. يعني عايز قد ايه الوقت اللي هيوصل للماكس اللي من هنا لغاية هنا. طبعا دي ربع T، لان كده ربع T نص ثلاث اربع T ويرجع تاني يبقى T، فده ربع تي. نحسب التي ونقسم على أربعة. طيب التي بتساوي 2 باي جذر ام على كي. الام قال لي 20 من 1000 كيلوغرام، والكي ب 40 نيوتن بير متر. لما اقسم الاثنين دول على بعض تحت الجذر في 2 باي يديني البريودك تايم. اقسم البريودك تايم ده على 4 يديني الزمن اللي هيوصل فيه من الصفر للماكس ستريتش. ده السؤال الاول. سؤال كمان بيقول ابول اوف ماس 20 جرامز attached to a spring of spring constant 40 newton per meter oscillates horizontally. The position of the ball is given as a function of time. مديني x of t بتساوي 0.3 cosine omega t، يبقى ده ال a وهنا ال omega، وال x in meters و t in seconds. Determine the value of omega، عايز قيمة ال omega. طب ال omega بتساوي ايه؟ قلنا قبل كده ان ال omega بتساوي الجذر التربيعي لل k على ال m، ده موجود في الشيت. الكيم ادوني 40 والماس بديني 20 من 1000، فاقسم الاثنين دول تحت الجذر يديني الاوميجا اللي هي 44.7 راد بير ثانيه. وان اكس ايكوالز 0.1 متر اديني اكس، وات ذا سبيد اوف ذا بول، يبقى اطبق معادله تقول ان الميكانيكال انرجي في اي وضع متساوي. فممكن اقول نص مثلا في كي في سكويرد، وده ايه؟ ده الميكانيكال انرجي، يساوي الجهة الأخرى يكون أطبق بقى النص k x سكوير زائد نص m v سكوير، أو لو العلاقة دي موجودة في الشيت استخدمها. ال v بتساوي v max جذر التربيع 1 ناقص x على a كل تربيع، أو x تربيع على a تربيع. ال v max بكام؟ ال v max إحنا عندنا قيمة الأوميجا موجودة وقيمة ده الـ A قلنا، فعندنا الـ Vmax A في أوميجا، فـ A الـ Vmax A في أوميجا، أدي الـ A أهي 0.3 والأوميجا حاسبينها، فيبقى ده الـ A الـ Vmax. الـ Vmax بتساوي A في أوميجا أو أوميجا في A، حسبنا الأوميجا ومديني هو الـ A، فده A ودي أوميجا، يبقى ده الـ Vmax. جذر التربيع لي 1 ناقص، هو قال لي 0.1 وأقصى استطالة 0.3 اللي هي إيه؟ فواحد ناقص 0.1 على 0.3 أو 0.1 تربيع على 0.3 تربيع نفس الشيء، يديني الـ V بـ 12.65 متر بير سكند. قلنا كنا ممكن نطبق إيه لو الأخرة مش موجودة؟ كنا ممكن نقول الميكانيكال إنرجي بتساوي نص K سكوير، فنص في 40 في 0.3 تربيع. خدها على جنب دي. دي بتساوي إيه بقى؟ بتساوي نص K X سكوير، الكي عندي والاكس عندي، زائد نص ام عندي في في سكوير، اجيب الفي. فممكن تطبق ده او تطبق ده زي ما انت عايز. في البارت سي بيقول وات ذا ماكسيمم اكسلريشن اوف ذا بول. الماكسيمم اكسلريشن مرتبطه بالفورس، اجيب الماكسيمم فورس واقول بتساوي ام في ايه. طب الفورس بتساوي ايه؟ الفورس بتساوي كي في ايه، اقصى فورس كي 40 في الاي بوينت 3، دي أول علاقة خدناها، بتساوي M في إيه؟ الـ M 0.02 يعني 20 من 1000 في الـ A max، أقسم الـ F max اللي هي K في A، طبعًا لما أشده تمامًا أقصى شيء ده أقصى فورس،
أو لما يبقى مشدود تماما هيبقى في أقصى فرصة بتحاول ترد الوضع الأصلي، ولما نضغط نفس الشيء يبقى عايز يرد الوضع الأصلي بأقصى فرصة اللي هي K في A، فدي أقصى فرصة بتساوي الام في الايه، يبقى طالما ده اقصى فورس يطلع اقصى اكسلريشن، نقسم ده على ده طلع الاكسلريشن ب 600 متر بير سكند تربيع. سؤال كمان بيقول a small ball of mass 30 جرام oscillates horizontally. The position of the ball is given as a function of time x of t بتساوي 0.2 كوساين 4 t، يبقى ده الايه وده الاوميجا. اقسم meters و 10 seconds. calculate the frequency. طالب الاف، يبقى أول حاجة طالب الفريكونسي، ومديني الأوميجا اللي هي 4 والأوميجا بتساوي 2 باي إف، فأقدر أقول إن طبعا الإم 0.03 والإكس هي بتساوي 0.2 ده الإيه كوساين 40 ده الأوميجا، فخدت الأوميجا دي وساويتها ب 2 باي إف، 2 باي إف 2 باي رقم معلوم والأوميجا 4 أهي، أقسم 4 على 2 باي يديني الفريكوينسي طلع 0.637 هرتز. إيه تاني طالبه في البي؟ بيقول كالكليت ذا ماكسيمم فيلوستي أوف ذا بول. الماكسيمم فيلوستي بيساوي الأوميجا في الإيه. طب هما الاتنين دول مباشرة موجودين عندنا 0.2 وعندنا 4، فاضربهم في بعض. الفي ماكس بتساوي إيه في أوميجا وأوميجا في إيه، يبقى 0.2 4 يعني 0.8 متر بير سكند. في البارت سي بيقول لي كالكليت ذا سيستم ميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي حسب الاسهل، لو عندك نص ام في ماكس سكوير نص كي اي سكوير، او لو عندك اي بوزيشن اخر. طب احنا عندنا الفي ماكس وعندنا الماس، يبقى نص ام في ماكس سكوير سهله، فنص ام في ماكس سكوير. كان ممكن نص كي اي سكوير، عندي الاي اللي هي 0.2 بس ما عنديش الكي، مش كده؟ كي مش موجود. طبعا كنت ممكن احسبها يعني اساوي دول ببعض واجيب الكي، بس يعني مفيش داعي لاني عندي نص ام في ماكس سكوير اقدر اجيب منها الميكانيكال انرجي. فنص الماس 30 من 1000 كيلوغرام، والفي ماكس حسبناها 0.8 نربعها طلع 9.6 في 10 سالب 3 جول. ويبقى كده خلصنا الفيديو البسيط ده اللي شرحنا فيه اساسيات السمبل هارمونيك موشن وشرحنا مسائل بسيطه عليه، وخدنا مقدمة عن الويفز وعلاقاته، ولكن هنستطرد أكثر عن الويفز في شابتر القادم اللي هو الساوندز. يعني القوانين اللي قلناها هنا ناخد عليها مسائل، ونقول قوانين أكثر إن شاء الله اللي هو الساوند ليفل ما قلناهوش. إن شاء الله شوفونا في الشابتر القادم. أتمنى يكون استفدتم، أتمنى يكونوا مشتركين في القناة وعاملين لايك للفيديوهات اللي بتشوفوها عشان يحفزنا إن إحنا نستمر معاكم ونبذل أكثر. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو هنا القادم اللي هو عن الساوندز.